السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، والنهاردة لسه بنكمل مع بعض شرح يونت 5 أو الوحدة الخامسة في ثيم 2 أو في المحور الثاني، وإن شاء الله النهاردة هنخلص يونت 5 كلها، هناخد ليسون 7 و8 و9، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، لو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 7 فيه كلمات جديدة مهم لازم نحفظها طبعا. تعالوا نقرأ مع بعض الفوكابلري أو الكلمات الجديدة اللي عندنا. هنا بيقول لك hump. hump يعني سنام، اللي هو ده اللي هو السنام بتاع الكامل أو الجمل، ده اسمه hump. hump أو سنام. طبعا هنا hollow tube. hollow tube يعني أنبوب مجوف. swamp. swamp يعني مستنقع. swamp. swamp يعني مستنقع. spin. spin يعني شوكة، الشوك ده. spin. spin يعني شوكة. cactus. cactus يعني صبار. cactus يعني صبار. roots. roots يعني جذور. roots. roots يعني جذور. طبعا هنا كمان في كلمات لازم نحفظها كويس قوي، اللي هي hooves. hooves يعني حوافر، اللي هي بتبقى عند الحيوانات. hooves يعني حوافر. وthick. thick يعني سميك. thick يعني سميك، لما بنيجي نتكلم عن حيوان عنده فرو سميك بنقول thick fur. thick fur يعني فرو سميك، ف thick يعني سميك. طبعا تصريفات الأفعال مهم جدا إن احنا نحفظها، دي من أهم الحاجات يعني، لأن هي بتقعد معاك زي ما قلنا طول حياتك. فأول حاجة كاموفلاج. كاموفلاج يعني موه، يخدع. كاموفلاجد. كاموفلاجد يعني موه أو خدع. سيرفايف. سيرفايف يعني يتعايش، ينجو. سيرفايفد. سيرفايفد يعني عاش، يعني نجا. أدابت. أدابت يعني يتكيف. أدابتد. أدابتد يعني تكيف. سويت. سويت يعني يتعرق، يعرق يعني. سويتد. سويتد يعني تعرق. ستور. ستور يعني خزن. ستورد. ستورد يعني خزنة. سبريد. سبريد يعني ينشر. سبريد. سبريد يعني نشرة. خدت بالك هنا المضارع زي الماضي بالظبط. مين. مين يعني يعني. منت. منت يعني عنا، ودي حفظ صم زي ما قلت لكم. كاتش. كاتش يعني يصطاد. كوت. كوت يعني اصطاد. هولد. هولد يعني يحمل. هيلد. هيلد يعني حمل. طبعا هنا كمان عندنا important expressions and prepositions أو حروف جر وتعبيرات هامة. فبيقول لك هنا in order to. in order to يعني من أجل. close to. close to يعني قريب من. last for. last for يعني بتستمر لي لمدة طويلة ولا قصيرة. keep not out. keep not out يعني يبعد، يبعد حاجة عن حاجة. adapt to. adapt to يعني يتكيف مع. along way. along way يعني طريق طويل. spread out. spread out يعني ينشر أو تنشر. طبعا هنا الكلمات دي انت هتكتب اسمها، دي homework. Look and read. Look and read يعني انظر واقرأ. طبعا احنا قلنا ان reading بقى حاجة مهمة جدا، خلاص لازم نعرف نعمل reading لوحدينا، فاحنا هنقرأ وبعدين انتوا تعملوا pause للفيديو او توقفوا الفيديو وتقرأوا لوحدكم، لان ده مهم جدا. فنقرأ مع بعض. Plants and animals adapt to their habitat. This means that they change the way they behave in order. Behave يعني بيتصرفوا.
in order to يعني من أجل survive. In their habitat we know that plants need water to grow and animals need to drink water to live. But some plants and animals live in deserts. How cactus plants have adapted to survive in the desert. Their roots are close to the surface and they spread out a long way in the ground. They can catch a lot of rainwater when it does fall inside ground. Inside a cactus. Hollow tubes يعني أنابيب مجوفة. Hollow tubes. These can hold water and store in for many years. A cactus plant has thick skin. The water inside the tubes can't evaporate. They have spines. Shook يعني. To protect them, these stop animals drinking the water inside the cactus. تمام، فهو هنا بيكلمك عن البلانتس اللي موجودة في الهابيتاتس المختلفة، وكلمنا عن الكاكتوس وقالك ان الكاكتوس بيبقى عنده روتس بتاعته مفروشة حواليه في التربة بحيث ان هي تقدر تاخد اكتر رين ووتر او ما المطرة تمطر وتدخلها جواه، وهو جوا الكاكتوس نفسه او الصبار نفسه هولو تيوبس او انابيب مجوفة تحفظ المية دي وتخليها جواه، وهو عنده ثيك سكن او جلد سميك علشان يحفظ الماء دي ما تتبخرش او يحصل لها ايفابوريت. وبعدين بيقول لك كمان هو عنده سبينز او شوك، الشوك ده طالع حوالين جسمه علشان الانيمالز ما تجيش تاكله وتشرب كمان الووتر الموجوده ومتخزنه جواه. دي معلومات عن البلانتس اند انيمالز ان ذا ديزرت. مثلا بيكلمنا كمان هنا عن انيمال تاني وهو الكامل. الكامل هنا بيقول لك برضو look and read، انظر واقرا. Camels have adapted to survive very well. Very well. Very well يعني جيد جدا. هم جيد جدا. هم ايه؟ هم adapted يعني تكيفوا مع الهابيتات اللي حواليهم. Very well. والهابيتات ده اللي هو الديزرت. In the desert. They can drink enough water to last for a week. They don't often sweat, so they don't lose water. Water they can store fat and they don't lose and nutrients in their hump, so they don't have to eat for months. They have wide hooves, so it is easier to walk on sand. They have hair around their eyes, ears, and nose to keep the sand out. The desert is hot in the day, but very cold at night. They have thick fur to keep them warm at night. خدت بالك من thick fur دي اللي هو فرو سميك زي ما قلنا؟ فهو هنا بيكلمنا عن الكامل بيقول لك ان هم تكيفوا very well علشان مع الديزرت عشان يسرفايف ما يموتش. وهو بيقول لك ان هو بيشرب ميه كتيره بتلاست فور ا ويك، بتفضل معاه لمده اسبوع. زي دونت اوفن، هما مش عاده سويت، ما بيعرقوش، زي عشان يحفظوا الميه بشكل اكبر في جسمهم. وهما كمان بيستور الفاتس والنيوتريانتس في الهامب، في الحته في السنام اللي احنا قلنا عليه ده، بيخزنوا الدهون والعناصر الغذائيه في الهامب، علشان كده بيقدروا ما ياكلوش لمده مانثس او شهور. عندهم كمان وايد هوفز. وايد هوفز يعني حوافر عريضه يقدروا يمشوا بيها على الساند او الرمال. عندهم كمان هير أو شعر around their eyes, ears and nose، حوالين عينيهم وأذانهم وأنفهم علشان to keep the sand out، تخلي الرملة بره ما تخشش جوه عينيهم ومناخيرهم وودانهم.
The desert, الديزرت حار جدا, hot in the day في وقت النهار, و very cold في النايت. علشان كده هم عندهم thick fur أو فرو سميك, keep them warm at night, علشان تخليهم دافيين في وقت الليل. طبعا الموجود تحت ده homework. ده homework. نروح ل lesson 8. وطبعا الكلمات عندنا في lesson 8 summer يعني فصل الصيف, spring فصل الربيع, fall فصل الخريف, winter فصل الشتاء. وطبعا دي اسمها season of the years, season of the year, seasons of the year او فصول السنة. طبعا ده حفظ. tropical zone يعني منطقة استوائية, temperate zone يعني منطقة معتدلة, equator يعني خط الاستواء, farther يعني أبعد, polar zone يعني منطقة قطبية, lead to يعني يؤدي إلى, less يعني أقل, وclosure يعني أقرب. طبعا هنا تصريفات الأفعال, rain يمطر, rained أمطر, have يملك, had ملك. وعندنا a lot of كثير من, و on the ground يعني على الأرض. هنا بيقول لك did you know, هل كنت تعرف. وفوق هنا بيقول لك look, read and color, انظر واقرأ ولون. طبعا الجزء ده مهم ان احنا نقراه. وبعدين في تحت عندنا هنا مجموعه صور المفروض ان احنا نعملها كولرنج بعد ما نقرا ونفهم المعلومات الموجوده في الباراجراف اللي فوق, وهو مترجم اصلا هنا موجود تحت منه الترجمه, فاحنا محتاجين نعمل ريدنج عشان نفهم المعلومات. Did you know, هل كنت تعرف. Some countries have four seasons, spring, summer, fall and winter. It might rain a lot in fall and winter, and not as much in spring and summer. These are countries farther away from the equator in the temperate zones. Some countries have two seasons, the wet season and the dry season. These are countries closer to the equator in tropical zones. It rains a lot for 6 months. Then there is less rain for 6 months. تمام, فهمت المعلومة. فطبعا دي معلومات عن الارياز المختلفة. طبعا ده homework. وهنا طبعا انت هتعمل هتفهم كل جزء من الاجزاء دي. بيقول لك look, read and identify, انظر واقرأ وتعرف. بيكلمك عن الهابيتاتس المختلفة, desert, وطبعا seasons of the year, وهنا الوينتر وفي البولر زون, وهنا الويتلاند, وهنا زي ما احنا شايفين قدامنا التروبيكال زون. تعالوا نقرأ كده, وده طبعا لازم. تعالوا نقرأ كده مع بعض. أول حاجة desert. It doesn't often rain in the desert. تمام. There is a lot of rain in fall and winter, but there is less in spring and summer. It is a temperate zone. تمام. The water in polar zone is ice. There is water on the ground at it is a wetland. تمام. There is a lot of rain in tropical zone for most of the year. تمام كده, دي معلومات عن الزونز المختلفة. طبعا الاكتيفيتي هنا ده homework. ونروح لآخر جزء في درس النهاردة وهو lesson 9. وlesson 9 هنا بيكلمنا عن الرينفول أو سقوط الأمطار. فبيقول لنا هنا look, read and identify,
انظر واقرا وعرف. فبيقول لك different countries. different countries يعني بلاد مختلفة. around the world حول العالم have different amount of rain. عندهم كميات مختلفة من المطر. we measure this احنا بنقيس ده in millimeters. millimeters اللي هو المليمتر. per year. per year يعني خلال السنة. وهنا بيجيب لك في الرين فول بير مليمتر بير يير ايجيبت في بينزل فيها قد ايه. هنا طبعا صحراء انتاكاما ديزرت ان تشيلي كولومبيا دي بلد اسمها كولومبيا استراليا وطبعا ذا يونايتد كينجدوم. كميات المطر بصوا هنا قد ايه مختلفه طبعا بينهم. وطبعا مدي لك الورلد ماب دي او خريطة العالم دي بيوريك فيها شكل العالم والمدن المختلفة. فبيقول لك هنا how much. how much يعني كم كمية. وهنا بيقول how much rainfall does Sudan have a year. كم كمية المطر اللي بتبقى في السودان في السنة. فصديقتنا بترد عليه بتقول له it has 250 millimeters a year. بيبقى فيها 250 مليمتر كل سنة. فهنا بيقول لك learn تعلم how to say large number ازاي تقرأ رقم كبير. طبعا احنا بنقرأ large number من الكبير للصغير. فمثلا هنا ال 5 دي thousands وال 4 دي hundreds وال 3 دي tens وال 9 دي ones. فبنقول 5 thousands 439 زي ما هو كتب لنا هنا نقراها بالشكل ده 5439 او 5439. طبعا هنا برضو معلومات عن كميات الامطار في البلاد المختلفه في نيوزيلاند في السودان بنغلاديش سبين او اسبانيا سعودي أريبيا والبرازيل. وطبعا دي أرقام الرين دي طبعا مش هتحفظها أنت بتاخد بس فكرة عن المعلومة. وبيقول لك في الآخر خالص هنا notice لاحظ 1 سنتيمتر is equal 10 مليمتر. دي حفظ لأن يعني مهم جدا تبقى عارف قد إيه المليمتر. وبكده نكون أنهينا lesson 9. طبعا هنا الـ time for fun دي بيلخص لك الـ الشابتر لازم تقراها كويس. وهنا ده هوم وورك وريفيو ده طبعا ده مهم جدا انت تبقى حافظ الكلام اللي فيه. وطبعا دي اكتيفيتي على يونت 5 دي هوم وورك. اوكي نكون انهينا يونت 5 وانهينا شرح درس النهارده. لو في حاجة وقفت قدامكم يا ريت تبعتولنا على الصفحة بتاعتنا أو المجموعة بتاعتنا وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة دي في الدرس الجاي إن شاء الله. أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.